Les meilleurs appareils, ce sont les appareils Zeiss. Équipés. Et de parler de type de configuration qu'on a. C'est une technique très rapide qui a. هاد العمليه ديال علاج قص البصر بالسمايل طريقه السمايل هي اخر ما خرج اخرج ما خرج في التقنيه ديال المانيا ديال الشركه ديال زايس وحنا الحمد لله تنديروها من دابي سنين وتنعملوا السمايل عادي وهذا العام حنا مسرورين باش نديو معكم بان نقول لكم ان الطريقه ديال السمايل تبدلات ورجعت السمايل برو لاخر ماشين ديال زايس اللي خرجتها فيزيو ماكس 800 فيزيو ماكس 800 اللي تخلينا نديروا هذه العمليه بسرعه من دزنا من 17 دقيقه ولا 15 دقيقه حتى ل 5 دقائق العينين بجوج فوالا دونك وقدر شحال واحد يقدر يعمل هذه العمليه حيت يمكن نعالجوا بها كثير كثير ديال الديفو ديال العينين العمليه الثمن ديالها نص ديال الثمن برا تقريبا على برا تكون واحد 50000 درهم انا نزيد 25000 درهم 20000 درهم العينين بجوج الحمد لله عندنا في المغرب اخر تقنيه ديال علاج قص البصر وحنا فرحنا بزاف حنا مسرورين نقترحوا على المواطنين ديالنا ماشي لازم يمشيو الخبره في العالم عندنا الخبره في بلادنا والحمد لله هذه العمليه شحال من واحد اللي مقلق بالنظر ديالو ولا ما بغاش يلبس النظارات وعارف راسو انه غتصير الحياه ديالو حيت اش تنشوفوا الناس ديال العمليه ديال علاج قص البصر الحياه بدات تبدل تينفتح العالم تيعب الرياضه تيضعف تينفتح مع العلاقه الزوجيه ديالو مع العلاقه الخدمه ديالو دونك علاش لا دونك عمليه سهله 5 دقائق ولا 10 دقائق شنو يفقات فرحة الانسان في صفه عامه هذا النوع ديال الجراحه اللي ما شويه في المغرب بقى شويه الناس يتخوفوا منها الوغ كو يعني من الناحيه التقنيه عندنا الحمد لله جميع لي زاباري باش يمكننا نجاوبوا على جميع المشاكل ديال النظر سواء قصر النظر ولا طول النظر ولا النظر المستد كي تنعرفوا نعبروا عليه بالمغربيه الاستيغماتيزم يعني وتا الناس اللي عندهم واحد سن معين وباغوا يحيدوا نظر القرب ممكن دونك في المغرب الحمد لله هذه الساعه كاين بزاف ديال لي بلاتفورم كاين بزاف ديال لي سونتر اللي يمكن يدير فيهم الجراحه ديال قصر النظر خصو يكون فيها تخوف بصراحه لان الالات دابا ولات عند واحد لا سيكوريتي يعني كبيره بالنسبه للتقنيات اللي كانوا قبل يعني دابا 99% الناس يخوزوا بخير وعلى خير ما كاين حتى اشكال غير هو قبل ما نديروا العمليات كاين واحد العدد ديال التقليبات وديال الابحاث اللي تنديرهم باش نعرفوا واش هذا الانسان اللي جا محتاج لهذه العمليه وغتنجح ليه ولا فيها مشكل وفي ديك الحاله تنرفضوه باش نديروها